النادي الاهلي انا على بدون تحيز انا اتحداوي، لا اهلاوي ولا زملكاوي، مفيش لعيب بيبقى. وكنت كابتن نادي الاتحاد وتشرفت الحمد لله ان انا خدمت في نادي الاتحاد. نادي الاتحاد النادي الاهلي طول عمره منظومه، احنا لعيبه جيل السبعينيات بنبص لها من زمان وبنحسدكم عليها، ده مش من النهارده. وانا بقول كلام انا صايم الحمد لله، كلام حق فعلا. انا كنت بتمنى انا وزملاتي كتير ان نبقى نادينا زي النادي الاهلي. في ايه؟ في نظامه، في احترامه، في كوادره، في مدربينه، في ولاد النادي. لا النادي الاهلي قصه تانية. النادي الاهلي سابق الفرق، كل فرق مصر والعالم العربي والافريقي بصراحه، ومش تحيز فعلا. من زمان بيخطط وعارف هو ماشي ازاي. النهارده النادي الاهلي عنده كام فرع، دي متخطط لها من زمان وانا ما كنتش متخيلها، وقلت فرع ايه والنادي ازاي يبقى. لا النادي الاهلي سابق عصره، ناس فعلا اللي بتمسك المسؤولين فعلا عندهم بعد نظر وبيحبوا. احلى حاجه في النادي الاهلي انكار الذات، مفيش حد الانا، مفيش الانا. لو الانا راحت مننا في مصر هنبقى احنا احسن شعب في العالم. والله طبعا النادي الاهلي يعني غني بالبطولات ونادي قديم جدا، وده من حقه يعني. ووصوله لنادي القرن طبعا ده حاجه بتسعد مصر كلها بصفه عامه. وطبعا جماهير النادي الاهلي طبعا ليها حق ان هي تفرح باللقب دوت، لان اللقب ده ما بيجيش لاي نادي، لابد ان هو بيجي النادي يكون نادي على مستوى عالي زي النادي الاهلي كده. فده طبعا انا ببارك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وببارك لمصر ان نادي مصري بيحصل على لقب نادي القرن. فده طبعا كله لمصر، الف مبروك طبعا لكل مصر. الاهلي نادي عظيم طبعا، وما فيش بطوله الا بيخش فيها نادي الاهلي الا يبقى اول تاني. وغالبا من ساعه ما احنا لعبنا كره لحد وقتنا هذا متعودين ان الاهلي يعني على منصات التتويج باستمرار يعني. طبعا ما فيش شك ده جمهور الاهلي ده من ايام ما كنا بنلعب، هو لا عامل مهم جدا في حصول الاهلي على البطولات، حتى يعني باعتراف جماهير لعيبه الاهلي ومجلس اداره الاهلي، وحتى اللعيبه اللي بيجوا من بره يقول لك الاهلي ده نمره واحد جمهوره، مش هقول رقم 12 لا رقم واحد هو جمهور نادي الاهلي. بهني النادي الاهلي وجمهوره مجلس ولعيبه ومجلس اداره وكذا الكابتن محمود الخطيب على مرور 20 سنه على حصوله على لقب نادي القرن، وان شاء الله دايما في انتصارات، مزيد من الانتصارات ان شاء الله في سواء في البطولات المحليه او في البطولات الافريقيه. افضل نادي في القرن العشرين النادي الاهلي.